سيتم توزيعها على الافراد المتواجده في المنطقه كما سبق وقتنا وسيتم توزيعها على الناس الموجودين في كل المناطق. الكميه كما قلنا سابقا 75 طن استلمناها من الافراد الذين تم تسليمها. هذا الطحين التركي المتواجد الى سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تم استلام 75 طن من الطحين من الاخوان المهجرين الاخوان الموجودين في المهجر في امريكا. هذا الطحين متوجه الان الى مدينه معنى النعمان ويتم الان نقله من السياره التركيه الى السياره السوريه، وبالتالي سيتم التوجه به الى مدينه معنى النعمان الى ريف مدينه معنى النعمان النازح اليها اكثر من 140 الف نسمه من الناس المتواجدين سابقا قبل ان عرفت البنيان المرصوص في مدينه معنى النعمان. بموجب الناس النازحه الى كافه القرى المتواجده حول معنى النعمان. قام الاخوان في المهجر في امريكا بارسال كميه اغاثيه الى مدينه معنى النعمان قبل 75 طن كما سبق وتكلمنا بهذا الموضوع. وسيتم توزيع على جميع الافراد المتواجده في المنطقه، طبعا الافراد التي بقيت فيما معنى على قيد الحياه، الافراد التي بقيت صامده تحت القصف العشوائي الى هذا طبعا تم شراؤه من تركيا عن طريق السيد محمد كلو ابو جار اخو اخوان الثوره السوريه ومن الاحرار السوريين الموجودين في احد المدن الامريكيه لا اعلم والله ما هي المدينه. هذه الكميه كما ترون هي كميه والاخرى الان في السياره الاخرى تصور السياره الثانيه موجوده بالسياره الثانيه. الى كل من ساهم في ارسال هذه الاغاثه الى الشعب المصري حاملين ان لا ينسى اخوانهم في سوريا. ما تفاهم تقضيه؟ تامين ماده الطحين الى الافران لتوفير ماده الخبز الى اهالي معره النعمان في الارياف. مع الشكر لتجمع الأحرار السوريين في المهجر الأمريكي بالتعاون مع هيئة الإسلامية للإغاثة في معرة النعمان.